أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم سوف نتحدث عن تفسير معنى اسم محمد في المنام. يرى ابن سيرين أن من يرى اسم محمد بمنامه كانت رؤيا تحمل له الكثير من الخير والبشرى الطيبة بقرب الفرج وحل كافة المشكلات والأزمات، وفيها إشارة لرفعة وعلو راء المنام، بل سيكون له مستقبل عظيم والله أعلى وأعظم. رمز اسم محمد بالمنام. اتفق علماء المفسرين أن الحالم إذا رأى في منامه أن أحد الأشخاص أتى إلى بيته ليزوره وكان صاحب المنام مريضاً، كان في ذلك البشرى بالشفاء التام من هذا المرض. تفسير رؤيات اسم سيدنا محمد في السماء دلالة على أن للرأي أمنية وحلماً كبيرين لطالما دعا الله بهما وانتظر تحقيقهما، وظهور الاسم بالسماء دلالة على أن الله عز وجل قد استجاب له. تفسير رؤية شخص اسمه محمد في المنام للعزباء بشرى لها بانتهاء معاناتها والتخلص من المشكلات. وإذا وجدت أحد الأشخاص جاء لها ويحمل هذا الاسم المبارك دل على قرب زواجها من أحد الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة وسيحبها كثيراً. تفسيره للمتزوجة دلالة على الفرج القريب وأن الله سيرزقها بمولود ذكر وسيكون بارا بها وبأهلها. تفسيره للحامل دلالة على أن الله سيرزقها بمولود صالح، والرؤية فيها رسالة تطمئنها أن ولادتها ستكون سهلة ميسرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستغرام، فيسبوك وتويتر.